السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي متابعين قناة ربحك، عندنا كل عام وأنتم بخير. آسف ما كنتش قادر أتواصل معاكم الكام يوم اللي فاتوا، كان عندي حظر من تنزيل الفيديوهات، والحمد لله اتحل وعملت لكم فيديو تهنئة بخصوص العام الجديد. ان شاء الله سنة سعيدة علينا وعليكم وكل متابعين قناة ربحك عندنا. بعد الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ تنزيل الفيديوهات من جديد، وشوفوا اختياراتكم الفيديوهات اللي تكونوا انتوا حابين ان احنا ننشرها على القناة عن المواقع، اي مواقع تفضلوا اكتبوا لنا في تعليق، وإن شاء الله سنة سعيدة علينا وعليكم. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.